وحول هذه الزيارة وتوقيتها معنا مراسلنا في بغداد أحمد مؤيد. مرحبا بك أحمد. بإيجاز، ما أبرز ما حملته زيارة كلمة السودان قبل انطلاقه إلى واشنطن، ومن هم أبرز المرافقين له؟ نعم أحمد. أهلا رويدة. السيد رئيس الوزراء اليوم أوضح أجندة هذه الزيارة واللقاءات التي ستجرى خلال الزيارة الأولى له إلى واشنطن برفقة وفد حكومي ونيابي. بحسب المعلومات، وزير التخطيط، وزير النفط، وزير المالية، محافظ البنك المركزي، أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عدد من المستشارين وحتى من الأكاديميين والباحثين بالشأن السياسي وبعض الإعلاميين كانوا برفقة السيد رئيس الوزراء الذي انطلق برحلته إلى واشنطن. أصداء هذه الزيارة ربما انعكست مبكرا القوى السياسية، أعضاء مجلس النواب، بيانات صحفية، تغريدات على مواقعهم الموثقة والرسمية، رحبوا بهذه الزيارة ويعولون كثيرا على الملفات التي ستطرح والأجندة التي أعلن عنها بشكل رسمي من خلال اللقاءات التي ستجرى بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي في واشنطن. أبرز الملفات التي ستطرح بالتأكيد الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وإمكانية إجراء اتفاقات مع شركات أمريكية لها باع طويل بمجال الخدمات والتكنولوجيا، وخصوصا أنه العراق وبغداد تحديدا تشهد مجموعة من المشاريع والمشاريع الخدمية التي ممكن أن تستفاد منها بخبرات الشركات الأمريكية إذا ما تم الاتفاق على هذا الجانب. بطبيعة الحال هنالك ترحيب سياسي هنا في بغداد على ما طرحه السيد السوداني، ويعولون بأن تكون هذه الزيارة مثمرة وتعود بالعراق بطابع إيجابي مع الولايات المتحدة الأمريكية لما تلعبه هذه الدولة من دور فعال ورئيسي في المنطقة. نعم. الحديث عن شكل علاقة جديدة أمنية استراتيجية مع الجانب الأمريكي يتداول هنا في بغداد، يعني ويتمنون أن يكون السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يعود باتفاق سياسي وأمني جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية. على مستوى الشارع التقينا بعدد من المواطنين، نزلنا إلى الشارع، كذلك لا يختلف الرأي عن ما أدلى به السياسيون هنا في بغداد. المواطن البغدادي يتمنى بأن تكون هذه الزيارة تحديدا بجانبها الاقتصادي ذات مردود إيجابي، على اعتبار أنه هنالك عقوبات فرضت على مصارف عراقية مما أدت إلى تحجيم التداول بالدولار، وأثر هذا الموضوع على سعر صرف الدولار، وبالتأكيد المتضرر الأول هو المواطن نتيجة هذه الإجراءات. بالتالي يعول المواطنين على أن يكون هنالك تنظيم لشكل علاقة اقتصادية جديدة مع الجانب الأمريكي تتيح سعر صرف مضبوط وسعر صرف متداول بسهولة داخل المصارف العراقية وداخل السوق العراقية بصورة عامة، بعلاقة مالية جديدة بإشراف حكومي. هذا ما أكد عليه رئيس الوزراء، أنه العقوبات التي فرضت على المصارف العراقية بفترة 2023 ونزولا، لكن بعد 2023 كان هنالك إشراف حكومي على عمل المصارف، على منظومة أو على منصة التداول والضوابط الأمريكية التي فرضت على هذه المصارف. يعول الاقتصاديون كذلك على أنه السيد رئيس الوزراء يمكن أن يقنع الجانب الأمريكي برفع بعض العقوبات على بعض المصارف التي امتثلت إلى شروط التداول النقدي. بالتالي يتمنى الكل هنا في بغداد، المواطنون والسياسيون، أن تكون هذه الزيارة ناجحة وتعود بمردود إيجابي على العراق وعلى الاقتصاد العراقي والأمن العراقي وكل المشاريع الخدمية التي من الممكن أن تضيف لها هذه الزيارة خبرة شركات أجنبية متخصصة في هذا النوع. نعم الزميل أحمد مؤيد، شكرا جزيلا لك.